لك يا ماما انا هرجع لجوزي عشان بنيتي. وطلقي وقعد سنتين بره. طلقي بقى. طلقي كان كل ده قلبتك منها حلوه. لو حد زي جوز اخته جوز اخته قال لها ازيك يغير علي. بقى كل ساعه مشاكل. اما تنضرب ونجيب تنضرب ونرجع تنضرب ونرجع. احنا ناس غلاب لا لنا ارض ولا لنا ولا حد بيقبرنا ولا اي حاجه. بنشتغل بالاجره عند الناس ونقول لها نيه بستر ربنا الحمد لله. ونقول لها اللي انت عايزاه ما هنشتغل ونجيبهول. قالت ماشي يوم بس انا عايزه ستر ثلاث ولاي عايزه سترهم يوم من الصبيان. اما يضرب فيها وتجي نعالجها وترجع تبقى مضروبه قوي. عامل فيها عامله ما حصلش في الجمهوريه وسكت. يعني اما اقول لك على بيني وبينك تقولي تادي عايز يتقطع نوايب لك ليه يا عود. وكان بتموت وما كانش قالت لنا لما واحده دكتوره زيك اتصلت بيا وقالت لي بنتك حصل كذا كذا. ورتتي يا زينه ده ما حصلش في الجمهوريه. قالت ورتتي يا ما عشان الثلاث بنات عايزه تعيش تعيش. وكان جايب لها ثلاث جاموسات تكنس وتشيل وتعمل وتقول عشانك اللبن انا والولاد. ماشي يا زين ماشي يوم. وراح اغسل لها اللوعه واعمل لها انا عندي 63 سنه. واقول لها ماشي يا زين. وقامت اختلفنا كده سوا قامت متطلقه. طلقنا خلاص يا ابني. قام ايوه خلاص جبنا عزله هي كده بهدله بقى. جبنا عزله واتطلقت راح سنتين قعد هنا لا يبعت مصاريف ولا يسال فيه ولا حاجه. العيال يروحوا هناك الجاز البنات يروحوا هناك أربع أيام وياجوا ثلاث أيام. لا شهرين بس. العيال ياجوا يروحوا. بيبعت العيلة الصغيرة وسايب الباقي؟ وكانوا العيال ما شاء الله 500 جنيه كل شهر ما بيقضوش. عيلك حد. وبعدين قالتها قال لي اشتغلت وهي منفصل. أما أنا هقول لك أهو. وبعدين قمنا مطلقين. قامت جاي قاعدة. العيال بقى قالوا المدرسة عندنا يروحوا هناك. ثلاث ايام وعندنا ثلاث يجب الغير اللي يلبسوه يجبوا تغسلوا لهم في ثواني وتلبسوا لهم هم راجعين وتروح الحضانه. بقيت اشتغل واقول لها اقعد في دار. ما بهدلتهمش والله يا انا والراجل ده. وبعدين اشتغلت وبقت تجري في الحضانه وتاجي وتعمل لي ما بلاش يعني اشتغل اول دكن. وقالت لما انا هكافئ على اولادي عشان ولاي. قلت لها ماشي يا عمل. قعد سنتين كان شغال بعربيه ومكنسه بتغسل الحاجات كده للناس. الاجازه دي بقى قام بيع الحاجه وجاي ومخلص نفسه وجاي. ما نعرفش ضميره ما نعرفش الغدر اللي عنده. يبص رجل دي ويبص رجل ويبص خواته ويبص عمام. انا فقت يا عم صاحب انا عايز مرات وعيال. قلت له فقت يا حمادي؟ قال لي يا حمادي يا حماده شافت منك كتير واستحملنا وراجع لك برضه وشاريه. قال يا جميت عريس تقول لا ولاد يا جميت عريس تقول لي عمري ما تمد في حد يما. ده بناتي ثلاثه يما بناتي ثلاثه عايزين اللي يدار عليهم. قلت لها ماشي يما اللي انت عايزاه يا زينب احنا معاك اهو. قامت خلاص في ثواني يما نجي نقول انت عارفه لو كنا قلنا له ولا مؤاخذه تعالى نعمل فيك حاجه كان وافق. كل حاجه يهاوي كل حاجه مهاود اكتب اي ما يكتب اكتب ازمه واكتب اي ما من جديد واعمل كذا مهاوي. ما نعرفش ضميره. احنا ضميرنا حيل وضميرنا نضيف. وبنتنا بقى اخواتها كانوا خايفين عليها منه ليه بقى؟ من العمال اللي كان بيعملها قبل ما تتطلع بقوا ثم اللي كانوا شايفين الوقت. ما سمعتيش كلام ولادك ليه؟ لا هي لا بس هي لا مزاج. ما حرمش بنتي اصل ابني مش هيهرش لبنت بنت. امها اللي هتهرش ليه؟ قلت لما لها مزاج. قلت لها لا ده ابنك مزاج يما من ولادك. ده انا اشتغل انا عندي 63 سنه اشتغل بالاجره واجيب لك واساعدك تاكل ولادك. قامت قال المشي يما وقامت ومبسوطه وراجعه وراحت يوم الاربعاء تعمل وشها وحلوه وتقول لي يما انا ابقى عروس ابقى عروس لله يما. قلت لها ماشي يا راحت الاربع قعدت الخميس والجمعه مع امه بدت مع امه. يوم السبت اما يلا اطلع روح امه
كانوا تنموا بتنام فوق ونزلهم وما قال لا سيبنا يما بقى ننام سوا. ما نعرفش الغدر البت أميري وحلوي قامت قاعدة بقى مع أولادها فوق وسك الشقة بقى وحبش وبو وودب بقى فكرت اللي هتنام. جاي يبص الساعة 11 برن عليهم الصبح ما يردش. قمت أنا بتي يا زينة يا راجل يا راجل أنه قلبي مقبوض على بنتي ده يجرى لها حاجة. حسيت قبلها قبليل وجات قبل ما يعني مثلا النهاردة بالليل بقى جات لي في المنام بتقول جايبة لي عريس تجوزني خلاص نمت بقى يا صقر أنا قلبي مقبوض رني يا صقر ما يردش دي كان ما يردش على تلفون. والبنات بقى الراجل ده أبوي جوزي قام ردي الساعة 11 يا بنتي يا زينب أنا قلبي مقبوض يما علي كنت رن علي أو رد علي أما لا ببردته كده أما لا أصلا أنا كنت نام وما سمعتش التلفون. قلت له يخسى عليك يا حماد بقالك ثلاث ليالي ما تردش عليا يابا. قلت لها يا ماما قلت لي فرخة كده وتعالي. قلت لها من عيني يا زين من عيني ده أنا أجيب لك فرخة وأجيب لك الحلو كله. أم ناطق يقول لي أنا خلصت السبع تتفاجأ اللي أنت جايبها ولي أبي تعالى أنا هعمل ذبيحة وأعزم البلد بقى على تعالي يا حماتي اتغدي معايا بكرة. شاب مخدرات؟ ده راي لو بيشرب يا حجي ما كانش كان موت ولاده كله وموت أمه وأبويا. ده التلات بنات بيقتل في أبوه كده ويقطع فيها زي ما يكون واحد بيتبع جاموسة ويصلخي وبنات واحدة قدام. وقمت أنا بقى نمت بقى خلاص كلمتها اطمنت